اه طبعا النادي الاهلي في اي وقت يرجع، والمقاولين العرب في الدقيقه 45 والدقيقه 55 سجل هدفين في 10 دقائق بس. انما هو ما قفلش الجيم، هو ما دافعش، هو طمع وراح وحاول هجوميا. ما ينفعش مع النادي الاهلي ان انا افضي وسط ملعبي وجانب الدفاع على المستوى الفردي والجماعي يبقى بعيد. النادي الاهلي عنده خلي بالك رباعي مرعب، اجاييف في اجاييف وازارو وعبد الله السعيد وباقي قبل ما يخرج، ونزل وليد سليمان طبعا طبعا، وعنده ما شاء الله ديك اسلام ده بينزل بيسجل بصراحه، بيغير كمان شكل الفريق يعني صراحة. احنا بنتكلم علينا في السودة عن رائع رائع بيوس، هو حقيقة. هو يعني حاله عمل حاله مع حسام في الانسجام والتفاهم، انت بديل افضل ومنتج للفرقه وايجابي خلاص راضي وقنوع وزي الفل ماشي كويس جدا. فما ينفعش ان نفتح طبعا الاهلي بيرجع في اي وقت. الدنيا برضو دفاعيا على المستوى الدفاعي النهارده اعتقد ان النادي المقاولين دفاعيا مهلل، دفاعيا عشوائي، مفيش تمركز دفاعي جيد، مفيش رقابه جيده، مفيش تغطيه، مفيش توازن. لكن الاهلي بعبقريه عبد الله السعيد واجاييه الرائع، اجاييه ده عامل النهارده مباراه رائعه مع بدا خبرات ازارو في تحركه وتمركزه ووقفته في ال 18، حافظ ال 18 النهارده بيتابع متابع جيد. الجيم اتفتح بعد الهدفين طبعا والتعادل، والاهلي كثف هجومه وراح عن طريق احمد فتحي وعن طريق صبري وفي نفس الوقت شفنا اكثر من هدف ضايع واكثر من كوره على المرمى.